اسمي فيصل جابلة، لاعب المنتخب الوطني للجودو، متحصل على 10 مرات في بطولة افريقيا، ميدالية برونزية في بطولة العالم 2013. توا قاعدين نحضروا للألعاب الأولمبية، تروازيام فرونتي انجليز. توا قاعد نخدم مع المدرب نتاعي أليس لوريفي في خدمة باهية، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. يا شيخ روحو 17 مرة بطلة افريقيا، عديد من الألقاب الدولية. كونوا معنا في الموعد لدوز أوت باش تشجعوني أنا وفيصل، وكونوا معنا في الموعد باش تشجعوا الاسبور الكل وتشجعوا الشامبيون سيتروين الكل، وإن شاء الله تلقاونا متوجين في الأولمبيك. نشكر سيتروين تونس مون سبونسور أوفيسيال. ياسين ترابلسي، لاعب منتخب الوطني التايكواندو، تحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2013 بالمكسيك. أول لاعب تونسي عربي وأفريقي متحصل على ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للأندية. كما نعرف الناس الكل، الألعاب الأولمبية هي أكبر تظاهرة عالمية. إن شاء الله بعد التضحيات والتعب هذا الكل، إن شاء الله ننور تونس ونرفع درابو تونس الفوق في ريو إن شاء الله. نعطيكم رونديفو إن شاء الله لو 10 أوت 2016 في ريو. أنا بكل قلبي وكل كما نقولوا الجرينتا اللي عندي باش نحطها في نهار 10 أوت، كونوا معايا ومعاكم إن شاء الله نعيش الحلم. فرحانة برشا، التحضيرات متاعي قاعدة ماشية كيف ما نحب، وبيان سور هذا كله بتشجيعكم أنتوما اللي ديما ورايا سيتروين. نكون هكا في المستوى إن شاء الله، ديما ننور تونس، ننور بلادي، وإن شاء الله يا ربي علم تونس ديما عالي. تحية تونس.